والمصحف ما قلت حاجه ولا اتكلمت ولا جبت سيره حد، والمصحف ما قلت حاجه. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع، خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعنا. الله يرضى عليك يا عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت قهوة يا نوح. ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك، الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنة. جرى يا رجاله، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات، اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت ابو سنة بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ميبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة.
ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نقرأ فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سن. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكورة يا رجالة. استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مالك؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجة، انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة. انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها. مش لوحدك يا ابو سنة؟ طبعا الرجاله معايا، ولا عايزه كلام؟ لا، القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم. خميس افدين. وماله؟ واحد. يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارف. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك، وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك، ورحت تطالب بحقك، وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتيرة اتحرقت، أنا كنت مستنيك، أنت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. يا باشا بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشام عشان يوانون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، هخليك كبير السوق. ايه بيه؟ بس انا لما وقعت انت سبتني. عيب عليك تقول كده يا خميس،
أنا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. أمال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول إن ما كانش عندك نية تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها غير شوشرة؟ كل أنا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقصت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقة إن بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلتهوله بالحرف الواحد. شفت بقى أنت ظالمني إزاي يا خميس؟ بدران؟ فيها مصر. يا أستاذ أنا مش هين عليا أشوفك كده بصراحة، أنت ياما وقفت جنبي، إديني لمؤاخذة فرصة أرد لك المعروف. معروف؟ أيوة، أنت ياما حامدني يا أخويا من إيد الحكومة ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح أنت نام أنت كمان، أو روح أقلبوا عشكم مع أي زبون تاني ولا سوق نايم. السوق نايم ده الكون كله نايم، خلاص يا أخويا، الرجالة ما بقاش ليها مزاج، اسألني أنا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا والشغل، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، ما هم بداوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدينا. أستاذ بدران ساكن هنا؟ أيوه. أمال أنت مين؟ أنت اللي مين؟ طب أستاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول لي إني بره. طب ثواني. استنى استنى. خليك أنت عروسة. أنا ولا أكل معايا الكلام ده، أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة، أنا مش موصوف لي في